مساء الخير بابا. مساء الخير، وينك لهلا؟ يعني مين خطر لك انه ترجع للبيت؟ بابا الله يخليك، ولا تعبان كثير يعني مالي ولا تعبانة. قلتي نص ساعة تروحي عند خالتك وترجعي بنتي. ايه؟ نص ساعة؟ لا في الساعة وهي صار الساعة 6، يعني 5 ساعات، وينك 5 ساعات؟ يعني ما كنت ناوي اقول لك، ها؟ بس بدي اقول لك في شابين خطفوني واغتصبوني. شلون؟ شابين خطفوني واغتصبوني. طيب بدي اصدقك انا، الاغتصاب كله ربع ساعة، وينك باقي 5 ساعات؟ Ha ha ha!